وصاع يا جدعان، وصاع يا جدعان، بيبس مان بيعدي، بيبس مان. ايه ده؟ استنى، ده ما كانش موجود في الحلقه اللي فاتت. استنى، ايه ده؟ ده كاتسين؟ من امتى ده؟ طيب بالعافيه يا اخويا، بالعافيه. اشرب اشرب اشرب، عقبال ما نشرب شربات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ما كانش موجود في الحلقة اللي فاتت لما انا كنت شغال. اه اعتقد انا عرفت ليه، عشان انا الحاجة اللي سجلت اللي بيبس مان اللي انا سجلته الحلقة اللي فاتت كنت منزله من موقع تاني، اما ده بقى ما نزلت اللي هو النسخة بتاعت البلاي ستيشن 1، عشان كده طلع لي الكاتسين كده. المهم انا ليه عمال الغي؟ المهم اسرع معاكم حاجة بتاع الحوضة دلوقتي. هنكمل لعبة بيبس مان. تمام، السلام عليكم، تشترك في القناة ويلا بينا نبتدي. اخ ايه ده؟ طبعا اخر حته وصلنا عندها المكان ده، الحته اللي فيها طراوه. اه الحته اللي فيها القطر افتكرتها. انت قطر من ابن اللذينة، مش عارف اعديه خالص. طب ايه ده؟ طب على فكره انا كنت فاكر انه المكان ممكن اللي هو كنت فاكر طريق، كنت عارف ان البتاع ده كده دي المفروض ان انا اوكي صح. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انقذني الصراحه. بصوا ليه؟ عشان لو كان زماني خرمتها كان زماني وقعت. فانقذني كده، دي بقى كده زيو. يا ريت ما عملت كده، يا ريت ما عملت كده. خلاص اي حته الاقيها بقى مش هخرمها، هخبط فيها ما يهمنيش، مش مهم الوقت يخلص، اهم حاجه ان انا ما اخسرش. دي معروفه ان دي كده ودي هنا كده، بس كده صح. طيب الباقي ده بقى كان في الشمال تقريبا. ماشي، بالنسبه للقطر بقى انا لسه مش لاقي لها، مش لاقي له حل. القطر ده يخرب يخرب اهو، القطر اهو. بالنسبه بقى للقطر ده، ايه نظامه ده؟ معاه ايه؟ حاولت معاه كل حاجه مش عارف. اوعى كده اهو، يلا يلا يا برضو حلايا جوه حلايا. انا مش هسيبك انا النهارده، استنى عليا بس. يلا يلا يلا، لا ما هو ملهاش حل دي. بيقول لي بيبسي مان وانا خسرت، يعني شوفوا شوفوا. بيقول لي بيبسي مان بعد ما انا خسرت، يعني هو بيبسي مان البيبسي متفعصه كده، فاخر يقول لي بيبسي مان، اللي هو على اساس يعني انا عملت انجاز. شكرا شكرا على ام الانجاز. بص انا عندي حل، انا حلال حل. بصوا عايز هستخدم دماغي على فكره، محتاج بس ثواني كده استخدم دماغي كده. اوكي طيب هو كان في سبرنت، ازاي السبرنت ده بيتعمل؟ استنى ايه ده؟ في استنى كده يا عم، انت استنى يا عم الحاج، انت في حاجه غريبه. ازاي هحاول كل الزراير ممكن واحده فيهم تنفع، ازاي بس اللايف بتاعتي كلها ما تخلصش وافضل اعيد 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 لحد ما اعرف اعمل ام السبرنت ده ازاي؟ هشوف. اوكي عرفت ازاي خلاص، عرفت ازاي. بدوس السهم اللي هو بيزحلق ده وبعدين قدام، يعني اللي هو الاثنين مره واحده عشان نعمل السبرنت. اوكي كده فهمتها كده. اها يا عم كنت قلت له كده من الاول، بس ضعتني ليه من الاول يعني؟ على فكره كده انا استخدمت دماغي، يعني انا حاولت افكر كده اقول اكيد انا مش هعرف اعديها كده لوحديها كتير فيها. ماشي اهو ده جزاء الكذاب. انا استاهل اللي بيحصل لي ده. لا بس على فكره انا جاي من عندي. بصوا شايفين الاحتراف، انا جبتها بدماغي اصلا، يعني انا فكرت كده بقول يعني استحاله ان تكون حلقه بالصعوبه دي، يعني كده لازم يكون فيها خدعه يعني. فانا فضلت افكر بقى وجربت كل الزراير على اساس انه ممكن مثلا الاقي حاجه بتخليني اطير مثلا، ولا
كده يعني انتوا فاهمين يعني. ف تعالى لي انت بقى كده، عشان انا فوقت لك من الصبح، سكت لك من الصبح بس كده يا من الاول. ما تفتح قدامك يا اخي، يا اخي فتح قدامك يا اخي، حرام عليك. ايه ده؟ طب والله العظيم حصل لي زي اللي بيحصل في الكرتونات يعني. انا اصلا ما كنتش شايفها. ايه الغدر ده؟ اجري 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 اجري. اوه ده كان رهيب قوي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا استنى 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 بقى، هو كان المفروض اجري مثلا هنا بعدين انط. شكرا شكرا ليكم، شكرا. على الاقل يعني في شويه لايفز راحوا على الفايده يعني، على الاقل عرفت ازاي اجري. يلا نكمل نكمل، ما حصلش حاجه يعني، ايه المشكله؟ عادي يعني. نفس الخبطه نفس الخلطه، الخبطه الغبيه لازم نفس الخبطه. طيب هوبا، هي مش حصل لي كده. هي مش مصدق ان ده حصل لي. انا يحصل لي حركات الكرتون دي من امتى دي؟ هو يحصل لي حركات الكرتون ليه ليه يعني؟ طيب كده بعدين، والله العظيم دوست على الزر بتاع النط والله. ايه ده؟ وقعت عمود نور. ماشي يا جدعان، الدنيا هتظلم عليكم بس عشان انا بيبسي مان فلازم تحترموني. اهو بس اهو، ولا خبطت في ده ولا في ده، مش هخبط في حاجه بعد كده اهو، من دلوقتي اهو هتشوف. بص بقى دي بقى محتاجه سرعه كده اهو، هي دي كده صح. بعدين 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 هو انا كده خسرت يا عم؟ طب حددوا ده. وصعب يا جدعان، وصعب يا جدعان، بيبسي مان بيعدي بيبسي مان. ايه ده؟ الناس بيحيوني. ايوه كده، اشربوا بيبسي يا جدعان، يلا يلا، بيبسي مفيد للصحه. لا مش مفيد صراحه. اوب استاهل استاهل. ايه ده؟ انا ما خدتش تشيك بوينت، حي هاخدها. انت بتزحلق في الناس. خدها خدها خدها، ما خدتهاش برضه، وما عدت ما عدتش سبرنت. مش رايح اعمل ايه؟ بص انا هجرب حاجه هبله، فاستحملوني في اللي هعمله ده، اللي هو اللي هعمله انه الاخير اللي هي القطر الثالث ده هحاول انا ما اجريش فيه، يمكن هو محتاج جري، فانا هجرب واشوف بقى. ده غير طبعا ده لازم جري، ده هحاول ما اجريش اهو، يمكن مش محتاج جري. طب والله محتاج جري محتاج جري محتاج جري. زفت مان بلا زفت مان، اهدى بقى. لا يا لهوي يا لهوي يا خرابي يا لهوي يا لهوي يا عم، انت بتبص لي كده بس يا عم، اتكل على الله بس. انت كمان مش عايز، انا مش عايز، انا كده هعيد من الاول. احي استنوا 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 استنوا، لا 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 مش كده مش كده، لا 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 استنى بقى، هحمل لود يا ريت بس تنفع. الحمد لله. نشوف بس، استنى بس عشان يعمل لي، عشان يكون عمل لي لود من الحته اللي في الاول خالص. لا لا اوعى اوعى تعمل كده، انا هخنقك هخنقك يا عم بيبسي زفت مان انت يا رب. الحمد لله الحمد لله. هو انا ممكن مثلا لما اروح عند الحته اياها دي ابجري بس مره واحده بس، اللي هو اللي ما ضلش كذا مره، اللي هو سبرنتايه واحده بس كده على السريع خلاص، اللي هي كده بس مره واحده، ما بعملش كده اللي هو كذا مره. هنشوف اهي، هاتها بقى دي، هاتها دي، ايوه كده بس كده. يلا اخبط بقى على الرصيف، ايوه خليك كده. عبيط عبيط، وسع يا جدعان، في بيبسي مان بيعدي هنا. بيبسي مان بيبسي مان، انا اهبل، معلش 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 يا بيبسي، ايه ده عليا انا؟ اشربوا اشربوا يا جدعان، بيبسي مش مفيد لصحتكم، هجيب لكم هشاشه عظام يا جدعان، مع نفسكم بقى انتوا، انا مش هجبركم انا تعملوا حاجه، شفتوا شويه ولاد. اوبا كفو ده، استنى. اوه ايه ده ايه ده؟ استنى استنى ايه ده؟ انتوا واقفين في في السطوح بتعملوا ايه يا جدعان؟ بيبسي مان وقع يا جدعان. هو ده المفروض بطل خارق ولا هو ده واحد اهبل ولا واحد اهبل لابس بيبسي ولا انت احسن 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 تستاهل. لا ما تقوليش مش هعمل نفس الحاجه. ماشي اسم الله عليك يا اخويا. بص بقى انت لو ايه ده؟ ده كوكا كولا بجد؟ استنى يا جدعان، ده طلع كوكا كولا بجد؟ ده صدق انا اسفه انا اسفه انا اسفه يا عم، كوكا كولا مش هواجهك تاني خلاص، معلش 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 معلش، مش هبيع بيبسي اكتر، البيبسي بتاعي بيجيب هشاشه عظام، ما بتاعتك بتجيب برضه هشاشه عظام، بس سيد واضح كل حاجاتك. اي اها اها، مش هعرف انط كتير يعني، مش هعرف انط كتير. طيب ماشي،
الحقوني، كوكا كولا هيفعصني، يخرب بيت كده. فاضل لي خبطه واحده وخلاص، خلاص خلاص بيقرب بيقرب. ها برضه كان فاضل لي ثانيه، برضه ثاني وانا لازم ابطل انط. اي فاضل لي خبطه واحده يا جدعان، خبطه واحده نفس المكان. واخدين بالكم انتوا نفس المكان؟ لا ما هو يا اما اخبط على الارض يا اما اخبط في السقف. ما ما ينفعش كده، حجم اتنين اختار لك حجم اتنين يا عم، يعني لعبه انت. لا ما هو ما ينفعش كده، انا عايز اهرب من حاجه واقوم اخبط في حاجه تانية. يا عم بيبسمان انت لو ناصح شويه، روح روح على الرصيف يا اخي، هنستعمل على بعض. لحظه ما انا جيت فكره، خلاص اعمل كده كده في حالتين مش هخبط في ال ليه ما اتكلمت؟ انا لازم اقفل بقي، انا ما ينفعش معايا الكلام ده. انا حافظ ساكت، انا مش هتكلم. واه كان قريب قوي، نفس الهبل بتاعك يا عم، ما كنت تروح على الرصيف من الاول يا اخي. لا ده ما فيهاش كوكا كولا، بتاع حاجه بيتزا كده، ما خدتش بالي. صور انا زي كوكا كولا، انا ماليش فيه، انا تخيلتها كده، انا ماليش دعوه. انا ايه ده؟ تضحك علي مالك انا؟ تضحك علي انت كمان. ايش يا عم ايش؟ بيبسي فور تي في جيم. ايه ده؟ ايه ده؟ حد يشرح لي يا جدعان، انا شفت ده من شويه. ايه يعني ايه ده؟ واو اباتشي الشرطه الجيش. اوكي هم عايزين حاجه كده عشان في الجيش وقع حاجه زي كده. انا ما ايه ما اعرفش، انا ما لحقتش. اوه هلا والله يا مدموزيل، تشربي بيبسي مان يعني؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ يخرب بيت فيها. اجري اجري يا عم بيبسي، اجري اجري. بيت ثمان مفيش بيت ثمان، الحقوني. طب انا هروح فين؟ ده كان لازق فيا في الجنب، انا اعمل ايه؟ مزال ازيك مزال، بيبسي عجبك؟ يعني ما بيبسي عجبك يعني ولا حاجه؟ ولا يكون بيبسي ما عجبكيش يعني ولا حاجه؟ انا مؤاخذه يعني. طب انا اعمل ايه انا في الحاله دي؟ اها اوكي فهمت فهمت فهمت. لا ده ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى ده؟ خلاص يبقى هحاول ما اجريش، هحاول ما اجريش. مازوزيل يعني انت دايما بتشتتيني يعني في بدايه الحلقه، يعني ما ينفعش كده مازوزيل يعني. بس 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 اوكي مش لازم اجري يعني، خلاص كده فهمت. يا جدعان هدوا يا جدعان. مازوزيل ازيك يا مازوزيل؟ انت بتيجي في كل حته كده ليه يا مازوزيل؟ يعني عيب كده ما ينفعش، لازم تستوري نفسك شويه يعني. اي شك يا جدعان مازوزيل بقى، بطلي تظهري في كل حته بقى يا مازوزيل، يعني ما ينفعش كده عيب. انا اخي انا هجيب بيبسي ازاي دلوقتي؟ انا هجيب بيبسي ازاي؟ اهو هي جبت بيبسي او بيبسي كده تمام. بس بس ايش الله المفروض ايه اوطي يعني؟ اها اوكي فهمت، اوكي كده فهمت تقريبا. استنى لما بتنط افضل تحتيها كده. اها فهمت فهمت فهمت، ما فهمتش حاجه. انا لازم افهم، لازم اتعلم، انا ما ينفعش كده افضل كده يعني، تيجي بتاع يعني ما ينفعش. الله اها كده فهمت. زيو دي محتاجة سرعة بديهة كده، دي هتديني في داهية والله. والله ما ينفعش كده يا جدعان، يا لهوي ما ينفعش اللي بيحصل ده والله. لا انا بقول كفاية عليا كده، انا معلش انا عديت حلقتين ونص. الحلقة بتاعت ال تحت المجاري دي ولا تحت ايه ده؟ ثواني انا خدمة من حاجة، هو لا المترو الانفاق كان بيودي على المجاري، او المجاري هي كانت بتودي على المترو الانفاق. يا لهوي خدت بالي، احنا كنا بنمشي تحت المجاري طول الوقت واحنا كبير مترو الانفاق. المهم 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 ان عشان اتهريت برضه في الفيديو ده، زي لازم كل فيديو اتهري فيه يعني، ما ينفعش فيديو يعدي من غير ما اتهري. فالمهم بس يا محمد حد هنا، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وكان معكم تلعب حدا ومع السلامه. واخي انا عارف عارف خليك سايب الحلقه ثواني فيت. اوه لحظه ده انت سايب اصلا، هتصبح فيها سايب يا عم، سايب يا عم، سايب يا اخويا سايب. اهم حاجه ان انا ما عدتش من الحلقه دي تاني، بس كده. يلا سلام 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 سلام.